وللحديث عن الأزمتين السياسية والاقتصادية في تونس وتداعياتهما على البلاد معنا من اسطنبول الصحفي والناشط والسياسي التونسي زياد بومخلة. أهلا بك معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك أستاذ زياد. بداية، هل ما يجري بالفعل في تونس هو بناء جمهورية جديدة بعيدة عن الاستبداد كما يعلن عنها الرئيس التونسي، وكيف ينظر التونسيون لما يجري؟ هي بالعكس تماما، أبعد ما يكون عن هذا الوصف الذي ذكره رئيس الجمهورية. تونس تبتعد شيئا فشيئا عن الخيار الديمقراطي، تدخل شيئا فشيئا في نظام الحكم الفردي الاستبدادي الواحد. منذ 25 يوليو يوم الانقلاب والرئيس قيس سعيد يقضم السلطة تلو الأخرى، ألحق السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، يرسم مسارا منفردا لا يستشير فيه أحد. لم يلغي فقط الحياة السياسية، وإنما كذلك ألغى المنظمات الاجتماعية وألغى أي مشاركة لأي طرف من الأطراف معه في إدارة وضع البلاد. وبالتالي نحن اليوم في وضعية استثنائية لم تحصل على الإطلاق في تاريخ تونس الحديث، أين تجمع السلطات لدى رئيس واحد، لم يحصل حتى في عهد الاستبداد طيلة فترة ما بعد الاستقلال. على مستوى الشارع، طبعا الشارع التونسي يعاني الأمرين، أفق سياسي غير واضح، تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، استنزاف لميزانية الدولة، غياب للمواد الأساسية التي يعني يحتاجها أي مواطن تونسي، التهاب في الأسعار، تضخم غير مسبوق، بداية انهيار للدينار التونسي، كلها مؤشرات تنعكس بشكل مباشر على العائلة التونسية وعلى المواطن التونسي. وبالتالي نحن في وضعية استثنائية، ولا شك أن الشعب التونسي وصل إلى مرحلة من الإنهاك غير مسبوقة، وتنذر يعني بتفكك في الحالة المجتمعية، وممكن انفجار اجتماعي قريب قد يأتي على الجميع. وما كان يتحدث عنه من ثورة جياع ويذكر على سبيل التحذير، اليوم يبدو كأنه سيصبح حقيقة في تونس في الوقت القريب إذا لم يتم تدارك الوضع بانفراج هذه الأزمة السياسية الخانقة وبداية حوار يجمع كل الأطراف على طاولة واحدة. أيضا يعني ما سبب مسارعة الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، ويعني خشيته من محاولة البرلمان إلغاء قراراته برأيك؟ الخطوة التي قام بها البرلمان التونسي فاجأت قيس سعيد. قيس سعيد كان يراهن فيما يراهن في الفترة السابقة على تشتت الحالة السياسية، حالة التنسيق التي عرفتها الحالة السياسية في المدة الأخيرة بين مجمل الأحزاب السياسية، كان نتيجته أن حصلت هذه الجلسة في البرلمان والتي هي الأولى على الإطلاق التي تصنع شيئا من التوازن مع هذا الانقلاب. قيس سعيد يبدو لم يكن مهيئا لهذه الخطوة، فاجأته الخطوة، وبدأ الارتباك واضحا في سلوكه في التعامل مع هذه الجلسة. حاول أن يشوش على هذه الجلسة أول مرة تقنيا وفشل في ذلك، باعتبار أنه كان هناك استعداد من طرف مكتب المجلس لكل السيناريوهات في هذا الموضوع. ثم أراد أنه يذهب في حل البرلمان من أجل أنه مرة أخرى يعني يستفرد مرة أكثر بالسلطة، رغم أنه أعلن قبل 24 ساعة من انعقاد جلسة البرلمان أنه هذا الدستور الذي اعتمد عليه في فصله 72 لحله لا يخول له حل البرلمان. ولكن كل شيء يتغير مع قيس سعيد، كل شيء يمكن أن يوظف في هذا المسار. ولكن بالخلاصة قيس سعيد يعني يخسر يوما بعد يوم، لم يعد لديه أي روافد سياسية، اليوم كل الطبقة السياسية تقريبا إلا من نذر بسيط جدا هو في حالة معارضة مع قيس سعيد. ينجح هذا الانقلاب في تجميع الجميع حوله، هذا مؤشر إيجابي تحتاجه تونس في المرحلة السابقة. والشيء الذي استفاد منه قيس سعيد سابقا لم يعد متوفرا اليوم، وهذا الذي سيجعل أن انقلابه يعيش أزمة وأزمات في تقديري في المرحلة القليلة القادمة. نعم، مثول العديد من نواب البرلمان أمام الشرطة المختصة بقضايا الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة، ألا يعني هذا بشكل أو بآخر العودة إلى نقطة أو العودة بتونس إلى المربع الأول؟ وهل تعتقد أن قيس سعيد يرتكز على الحوار بالفعل في التعامل لحل هذه الأزمة الراهنة؟ من حيث انتهيت اريد ان اقول لا، قيس سعيد لا يؤمن بالحوار، قيس سعيد يؤمن
بسياسة الأمر الواقع وبالذهاب منفردا في هذا المسار، ويرفض أي عملية تشاركية ليس فقط مع الأحزاب السياسية وإنما مع كل المنتظم السياسي والاجتماعي، وبالتالي هو لا يبني خياراته على هذا الأساس. وحتى في لقائه منذ يومين مع الاتحاد العام التونسي للشغل كان خطابه واضحا للمكتب التنفيذي للاتحاد انه اي حوار سيبنى على نتائج الاستشاره الوطنيه التي لم يشارك فيها الا 500 الف مواطن تونسي من اصل 11 مليون تونسي و9 مليون معنيين بالانتخاب، واستشاره وطنيه يعني بذلت لها فيها امكانيات هائله وصرفت عليها اموال ضخمه، وبالتالي واضح المنهج الذي ينتهج وقد تسعيد هو منهج انفرادي. دعوه النواب كذلك للوقوف امام القضاء في تهم تمس امن الدوله ومكافحه الارهاب هو دليل واضح على انه قيس سعيد لا ينصت لاحد وانه يريد ان هذه الدعوه سيد زياد هذه الدعوه دعوه النواب الى اي حد تسهم لربما في زياده الشرخ في الازمه السياسيه في البلاد؟ طبعا هي زادت الشرخ بشكل كبير، خاصه انها لم تستثني احدا، طالت كل الاطراف السياسية وكل المكونات والعائلات السياسية، هي تثخن اليوم في جسم البلاد وفي وحدتها الوطنية وتكرس حالة من الانقسام الحاد وتفتح البلاد أمام سيناريوهات مخيفة، خاصة كما قلت أنه هذا اليوم تونس ليس في حالة اقتصادية واجتماعية مريحة، البلاد تؤن تحت مؤشرات مرعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تزيدها الأزمة السياسية اختناقا، وبالتالي قيس سعيد يعبث بأمن البلاد وباستقراره، فكك الدولة ويريد أن يفكك المجتمع، وهذا الذي يجعل اليوم الدولة التونسية تمر بأصعب فتراتها في التاريخ الحديث فعلا، وهذا ليس من باب المبالغ ولكن هذا نعايشه كتونسيين بشكل مباشر. وبالفعل هناك دعوة ملحة ومسؤولية وطنية على الجميع، أنه مسؤولية الوطنية وواجب الوقت اليوم أن يسقط هذا الانقلاب وأن تعود الدولة التونسية إلى ممارسة سيادتها على مؤسساتها بعدما نجح قيس سعيد في السطو عليها ولو ظرفيا، وحتى نتجاوز هذه الأزمة، وخاصة أنه لا نحتاج الكثير من الوقت حتى نتدارك حجم الخلل والإرباك والضرر الذي ألحقه هذا الانقلاب في بنية النظام السياسي وفي بنية الدولة وفي مؤسساتها. نعم، ماذا عن القضاء في تونس؟ هل من دور يعول أو دور حقيقي يعول عليه من هذا القضاء، خاصة في ظل يعني حل الرئيس للبرلمان واستعانته بمواد دستورية لتمرير قراراته؟ يبدو القضاء برغم الخطوة في حل مجلس الأعلى للقضاء وتشكيل وتنصيب مجلس جديد من طرف الرئيس قيس سعيد، يبدو القضاء ما زال في حالة مقاومة لمحاولة إلحاقه بالسلطة التنفيذية وجعله أداة في يد قيس سعيد، هذا يبرز في أكثر من محطة وخاصة النيابة العمومية التي رفضت في أكثر من مرة الانقياد إلى التعليمات التي تصلها من رئيس الجمهورية، لكن هذا ليس إلى ما لنهاية، في النهاية قيس سعيد وسلطته قادرة على أنها توظف القضاء في بعض يعني القضايا، لكن لا شك أنه اليوم القضاء ما زال صامدا، وهذا دعوة ملحة للسياسيين أنهم يكون على قدر اللحظة التاريخية، وأنه البلاد محتاجة إلى حال مشروع لإنقاذ وطني تجتمع عليه كل النخبة السياسية حتى يكون هناك حالة من الإجماع الوطني في رفض الانقلاب وفي رفض الاستمرار في هذا المسار في المرحلة القادمة. نعم، إذن الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلة كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.